مشرق وجد افضل واعتاب سنه جديده يا رب تكون داخل علينا برجليها اليمين كده وهي معاها كل الخير والصحه والسعاده ويزول عنا الوباء والبلاء عن بلدنا وعن كل بلاد العالم. صباح الامل والطاقه الايجابيه على احلى مشاهدي قناه الصحه والجمال في كل مكان. هكون معاكم انا ريم الحمائي كل يوم أربع من الساعة 11:30 صباحا ولمدة نص ساعة والموسم الجديد لبرنامج بيقول. خلوني كده في البداية أرحب بزميلاتي الأمارات اللي معانا في الاستوديو. صباح الخير يا ندى. صباح الخير عليك يا ريم وصباح الجمال على السادة المشاهدين وكمان عليك يا نور. صباح النور يا ندى، صباح النور يا ريم، وصباح النور على كل مشاهدينا، وصباح الطاقة وصباح التفاؤل وصباح الأمل. خلونا بس كده في البداية نبدأ بحكاية لطيفة جدا في الحقيقة إن هي مش غريبة على 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 ما سمعنا جميعا. الفكرة كلها في حكاية بنت جميلة في وقت الجامعة. طبعا انتوا عارفين إن البنات دايما كده مرهفين الحس في قصص الحب دايما، مشاعرهم دايما جياشه فياضه قوي. المهم مشاعرهم فياضه. البنت دي كانت عاشت قصه حب في الجامعه، قصه دامت تقريبا لمده 6 سنين. قصه طبعا بتفاصيلها كلها بقى بحلوها ومرها، وطبعا غير انه في الفتره دي دايما بيبقى دايما في كلمه مفيش دي كتير، ما تنزليش ما تخرجيش ما تكلميش، وهي حاضر وطيب ونعم واوامرك. هي عشان بتحب يا سيد السيد. يحصل ايه بقى؟ طبعا سيد الرجاله بقى عمل سيد الرجاله ياخذ الناقه ويشرخ ويخلع. ايوه مصطفى بتورته، فاكرين انتوا القصه دي؟ خلع. رايح فين يا حبيبي؟ خد تعالى اقول لك حاجه، مفيش، اصل الظروف. كلمه بقى انا كان عندي الظروف دي استوقفتني قوي يا نور. يعني حضرتك طول ال6 سنين ما شفتش ولا ظرف من الظروف دي؟ يعني مش قادر حتى تقول للبنت سبب من الاسباب اللي خليتك تسيبها؟ وبعدين يعني كلنا ممكن وارد ان يحصل لنا ظروف، بس يعني طول ال6 سنين ما ظهرش ولا ظرف. الفكره كمان يا ريم انه هي كمان من الجانب بتاعها هي، طب انت لسه ما حسيتش ليه ان في فكره ظروف؟ مش حاسه ان هو بيتهرب مثلا او حاجه؟ بس هي كانت صابره عليه عشان هي بتحبه. هي مش مديه اي اخوانه. هي دي شماعه الظروف يا ندى. هي فعلا شماعه الظروف. هي للاسف لما زاد بيها قوي الحمل يا حرام، وفضلت قد ايه كتير مستنيه ومستحمله، زائد ان الوعود، ودي اسوا حاجه، ان طول الوقت انك بتفضلوا يا جماعه انه طول الوقت ان حد يوعدك بحاجه وما يوفيش بيها، دي من اصعب الحاجات من الكوارث، وفي الاخر يقول ظروف. الظروف اصلا اسهل حاجه الواحد بياخدها، يقول لك انا عندي ظروف. انت مثلا فشلت في دراستك، فشلت في شغلك، فشلت في حياتك، هتقولي الظروف. يعني اسهل حاجه الناس بتاخدها ان هي بتهرب. يعني بتهرب بيها وتحس ان هي بتشوف اسوأ حاجه في حياتها وتقول لك لا، هي دي ظروفي، هي دي، عشان كده انا فشلت، عشان كده ده حصل. ما هو ده نفس اللي حصل بدل ما تواجه اخطائها. اكيد بدل ما تشوف ايه غلط وتحاول انها مثلا يعني تحط الغلط ده قدام عينيها وتشوف انا عملت ايه غلط. لا احنا بنجيب الشماعه، بس ما بيكونش عندهم ولا اصرار ولا احساس بالمسؤوليه ساعتها. ده حقيقه للاسف، لانه كمان برضو طول الوقت انا بحمل. ندى يعني فعلا انت شايفه ان احنا الشماعه دي هنحب نتكلم عليها بعد الفاصل. هنروح لفاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني مشاهدينا مشاهدي الصحة والجمال، ولسه مكملين حلقتنا في بيقولوا. بس احنا راجعين بقى ايه؟ راجعين معانا الشماعة بقى نفسها، شماعة الظروف اللي احنا طول الوقت
كلنا على فكره، انا ما بعفيش نفسي وما بعفيكوش انتوا كمان، وكل الناس تقريبا دايما عندها شماعه بتعلق عليها مبررات وحجج واعذار عشان تقول ايه، تحمي نفسها من فكره الفشل. هتفشل في حاجه، جزء عمل اجتماعي او حاجه، تجيب شماعه الظروف. وكمان خليني اقول لك حاجه، دايما في جمل كده بنسمعها زي مثلا تقول لك ايه، اصل انا ظروفي كده، اصل انا الظروف ما بتخلصش. والجمل دي بتنتهي ساعات عندها علاقات كتير، ده حقيقي، وحكايات كتير قوي، حكايات كتير قوي قوي هي بتتسبب فيها بتبقى للاسف يعني العلاقات او الحكايات دي لما بتنتهي يعني هي اللي اتحكمت فينا الظروف، مش احنا اللي اتحكمنا فيها. وفي الحقيقه بس بالعكس، ان احنا اللي بنصنع الظروف، احنا اللي بنصنعها واحنا اللي بنقدر نخرج نفسنا منها. خلونا برضو كمان ده برضو يخلينا نقول ايه معنى الظروف اصلا. ايه هي الظروف يا جماعه؟ نعرف الاول الظروف. معروفه يا جماعه ان احنا حياتنا عباره عن مشوار طويل، انا بعتبره ان هو زي طريق السفر. طريق السفر دايما طول الوقت مليان مطبات طالع ونازل، بس مين بيعدي المطب ده ومين بيقف عنده؟ بالظبط هي دي الظروف، العوائق اللي بتقابلنا في حياتنا، المشاكل اللي احنا بنتعرض ليها تعطلنا، بس مين بيعطل ومين بيكمل؟ هي دي الفكره. بتبقى حجج وسبل للهرب، يعني ساعات بتبقى الظروف دي حجه وسبيل للهرب عشان ما نواجهش اخطائنا. وفي ساعات برضو ان الواحد بياخدها ان هو زي تجارب وتعلم منها وسلمه وبيطلع لحاجه ثانيه، ومثلا ساعات بتبقى بتفتح له مجال تاني او فكر تاني هو ما كانش واخد باله منه. وساعات يا جماعه بحس برضو انها بتبقى حاجه خارجه عن ارادتنا، يعني برضو احقاقا للحق، يعني في فعلا ظروف بتبقى حقيقيه، وده هيتوقف بقى على نوع الظرف والظرف ده منعنا عن ايه. هل فعلا الظرف ده حقيقي ولا شماعه؟ ساعات يا جماعه بيبقى حاجه خارجه عن ارادتنا بنضطر نستسلم لها. اسمحي لي اعترض، انا موجوده هنا يا جماعه اعترض، بس نور ليه اعترض؟ نور عشان انا بكره الاستسلام وضده تماما قلبا وقالبا. انا ما ينفعش اوكي هتفق مع ريم جدا في فكره انه ممكن تكون حاجات خارجه عن ارادتنا. طب خارجه عن ارادتنا، هل هي مستحيله؟ هل هي داعي قوي وكافي جدا تخليني استسلم واقول لا لا الظروف؟ ما هي كمان يا نور ان في ناس اصلا ما بتقدرش نفسيتها ان هي يعني تكمل بعد الظروف دي غير بعد فتره، يعني بتاخد فتره مع نفسها كده وبعد كده تطلع نفسها بطريقه يعني من اللي حواليها او بطريقه تانية، بس بتاخد وقت برضو. طب يا ندى بقى احنا عشان كده عايزين برضو نعرف للساده المشاهدين انواع الظروف، ما ده يتوقف على نوع الظرف. يعني في عندنا ظروف يا جماعه ماديه، وفي ظروف نفسية ومعنوية، وفي ظروف ثوابت. طب خلوني أنا أتكلم معاكم في فكرة الظروف المادية. يعني مثلا لو شاب ظروف المادية على قده، حب بنت ظروفها المادية أحسن منه، طب طبيعة الحال عشان هو لما هيتقدم لها أكيد تقابل بالرفض من أهلها لعدم التكافؤ المادي. الولد في الحالة دي ممكن يفكر إنه هو يعني مش يستسلم، بس يعني يطلع من المشهد عشان خاطر كرامته وعشان خاطر البنت ما يحصلش بينها وبين أهلها مشاكل، أو هو حتى لو ارتبط بيها نتيجة عدم التكافؤ المادي يحصل بينهم مشاكل، ولا إيه رأيك يا ندى؟ بس أنا بختلف معاك يا ريم في النقطة دي، لأن هي الظروف المادية دي هي ظروف ممكن تغيريها، ممكن يعني أنت مثلا زي ما بتقولي ان هو سابها عشان ظروفه وطريقته يعني، بس هو ممكن كان يشتغل على نفسه اكتر، وان هو كان يطلع نفسه بطريقه معينه ويثبت لها مثلا، او هو يبقى قد المسؤوليه يعني. وفي ظروف نفسيه كمان بالظبط اللي لسه كنت هقول، يعني خلي بالكم كمان ان مش شرط خالص ضروري تبقى الظروف بس ماديه. خلوني اقول انه كمان ممكن يبقى الظروف نفسيه، واعتقد ان ده اقصى واشد نوع. ليه؟ لانه دايما الحاجه النفسيه في حياتنا عموما، سواء كان يعني اي نوع من انواع المشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا، طالما ارتبط بارتباط نفسي فبيعمل لك حاجه زي عقده. يعني مثلا البنات، انا النهارده مركزه مع البنات قوي، مش عارفه ازاي مركزه مع البنات قوي. يعني مثلا البنات، بنت لطيفه يعني يا جماعه، مش عايزه اقول لكم ان انا مثلا واحده من البنات دي، تحصل معاها عقده. بتيجي العقده بسبب ايه؟ بسبب من وهي صغيره بتقابل مشاكل في حياتها في الاسريه، فبتبتدي تتكون العقده، تكبر شويه تخلق شماعه جديده ليها
عشان تمنع عن نفسها الحب والارتباط وتحمي نفسها، لان هي خلاص بقى عندها عدم ثقه كده كده، تبتدي تخش مرحله الجامعه تقول لا ده انا لسه في الجامعه فهاجل شويه، وتبعد تماما. تحاول لما تيجي تحاول تجرب تجربه تانية قصه حب تفشل. مش عارفه دور الجميله ليلى علوي في فيلم حب البنات، لما فيلم جميل جدا. كل ما تيجي اولا كانت بتحب احمد عز يا جماعه، يعني ده ما فيهوش عقد، كل ما يجي يرتبط بيها توجد الحجج، وفعلا راح اتجوز وخلف وطلق ورجع لها تاني، وسمى البنت على اسمها بس هي برضه فضلت تحبه بس هي خايفه اللي منحها، هو خوفها اللي منحها على مخاوفها، وقدرت انها ترتبط بيه، لان كان لازم ترتبط بيه في الاخر، ده احمد عز يعني، لما قدرت تهزم. لسه كنت هقول لك حاجه، هاخد من كلامك حاجه واقول انه حلو قوي انه الفنانه ليلى علوي اللي عملته في الفيلم، وده بنصح بيه اي حد يعمله، لما يكتشف عنده نقطه ضعف، مش نقطه ضعف، النقطه اللي سببت له مشكله في حياته اللي هي الحته النفسيه، مش عيب خالص ان انا استشير طبيب نفسي. مش عيب يا جماعه، الظروف للاسف مش موجوده عندنا في صح المجتمع. لا في ظاهره برضو اشار ليها الدكتور انور حجاب اللي هو خبير النفسي، قال ان في ظاهره كانت قديمه شويه، قالت اللي هي التكوين العكسي. التكوين العكسي ده ان الشخص بيجيب الغلط او السلب على اللي حواليه علشان ما يحسش هو، ما يبقاش عنده عقده بالذنب، يقول لك يعني انا فشلت انتوا السبب. ده بيبقى خطا شائع جدا للاسف، وفي ناس كتيره فيه جدا طبعا. يعني يا نور، لان احنا المفروض ان احنا نلجا لدكتور نفسي لو حصل فيه مشكله. في ظروف كمان ثوابت احكي لنا عنها كده يا ندى. في ظروف ثوابت احنا ما بنبقاش لينا ايدين فيها، هي ربنا بيبقى خلقك بالظروف دي، الحكمه من عنده. زي مثلا طه حسين، كلنا عارفينه وعارفين قصته، ان هو اتحدى مولود اتحدى مثلا الاعاقه دي مثلا، او الظرف اللي عنده وبقى يشوف بكل حاجه. كمان الناس اللي هي ذوي الاحتياجات الخاصه اللي هي برضه المختلفين المميزين، ودلوقتي على فكره بقى ليهم دور، بقى ليهم يطلعوا في التلفزيون مولودين فعلا. مولودين هم حاجه دي ثابت، يعني عنده مثلا حاجه ثابته خارجه، بس ما حطهاش عائق قدام. بالظبط، هو مثلا عنده مشكله في احد اطرافه، ان هو مثلا مش قادر ان هو مثلا يعني يعمل حاجه معينه، بس هو لا ده ما خدهاش حجه، لا ده بالعكس يا جماعه، ده خدوا بطولات كتيره قوي زي محمد الحسيني، اللي هو اول سباح من ذوي الاحتياجات الخاصه يقدر ان هو يعبر نص مسافه بحر المنش، وتكرم من الدوله. وعندنا هاجر محمد اللي هي كانت اخذت لقب سفيره النوايا الحسنه، وتم تكريمها من قبل صالون الوعي الوطني. ارادتهم دي اصلا يا ريم، يعني تحس ان الضوء اتسلط عليهم الناس، ان هي بقت شايفه ان ده مش عيب، ده ميزه. بالظبط. احنا هنرجع نطلع فاصل ونرجع بقى نتكلم ازاي نتحدى مع بعض الظروف الصعبه. فاصل ونرجع لكم تاني، استنوني. ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا، وزي ما قلنا هنتكلم ازاي بقى نتحدى الظروف. المهم قوي ان احنا نتحدى الظروف ان حاجتين اساسيين. اول حاجه ان احنا نحول الظرف ده لدافع وهدف عشان خاطر ما يقفش قصادنا، ونعترف ان في ظرف موجود، بس الظرف ده هنخرجه من اطار الكلمه بتاعت الظرف، وهنبص ايه المشاكل اللي واجهتنا، فهنبتدي نحط 1 2 3 العراقيل ايه، 1 2 3 هنتعامل معاها ازاي. العراقيل يا ريم، ونبص كمان يا ندى ويا نور للظروف دي على انها عدو لينا. العدو ده لازم ان احنا نهاجمه، ولازم ان احنا نقف قدامه. العدو ده بيهدد احلامك، بيهدد مستقبلك، بيهدد حياتك، انت لازم تفترسه، وهو ده السبيل. على سبيل المثال يعني ليس الذكر، الكورونا دي طبعا المشكله اللي احنا كلنا بنواجهها في 2020، وبالمناسبه ان احنا خلاص يعني ساعات بتفصلنا اصلا على السنه الجديده، فطبعا النصايح في ناس كتير قوي احوالها اتبدلت في وقت الكورونا، وفي ناس
استسلمت للفكرة بناء على كلام ريم اللي ما كانت بتقول، في ناس استسلمت حرفيا للفكرة وقالت خلاص ومش مشكلة واستسلمت للظروف وخلاص، وفي ناس تانية حولت الظروف دي لطاقة تانية وعملت وأبدعت فيها وأبدعت جدا. ده حقيقي. وفي الآخر خالص خلينا نقول ان الظروف ابدا 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 ما ينفعش تكون عائق في حياتنا، لازم نواجهها ولازم نكمل، لان ده نؤمن بقدراتنا. احنا عندنا قدرات، ندور على قدراتنا من جوه ونشوف احنا يبقى عندنا إيه؟ يقين بيها، يقين ربنا ربنا خلقها فينا عشان خاطر نعدي اي ظروف ونعدي اي محن. خلونا نقول برضو انه المفروض ان احنا على سبيل يعني في وقت الكورونا، على سبيل الكورونا، المفروض ان احنا نعمل ايه بقى؟ نعمل ان احنا نقوي مناعتنا ضد الكورونا. بس في الحقيقه انه مش المفروض بس نقوي مناعتنا ضد الكورونا، لا، نقوي مناعتنا كمان ضد الظروف. يعني احنا محتاجين مناعه فوق العادي عشان نقاوم الظروف دي ونكسر الشماعه اللي كلها سلبيات ونحط مكانها شماعه جديده كلها قوه، كلها طاقه، كلها امل، كلها تفاؤل، كلها نجاح وبس، ونكسر حاجه اسمها الظروف. وبالذات عشان احنا كمان داخلين على سنه جديده خلاص، كلنا كام ساعه تفصلنا خلاص يعني. ايوه بالظبط، 24 ساعه تفصلنا نفسنا لنفسنا في السنه الجديده 2021 هي داخله علينا كده. اكيد الظروف مش هتخلص فيها برضو، يعني عشان نبقى صريحين، زي ما كان في ظروف في 2020 هيبقى في ظروف صعبه في 2021، بس نعمل بلان، نحط هدف لنا ان الحاجات اللي كانت ما عرفناش نحققها هنحققها ان شاء الله في 2021، وهيبقى عندنا دايما هدف ان احنا نتحدى الصعب. هتبقى سنه تحدي الظروف الصعبه ان شاء الله. 2021 سنه تحدي الظروف الصعبه. يعني عايز اقول لكم دايما الاوقات الحلوه بتتخطف بسرعه، واحنا بصراحه ما حسيناش بالوقت. احنا بالنسبه لنا احنا معاكم وعايزين نقعد نتكلم كتير، بس للاسف يعني وقتنا خلص. ويا رب نكون احنا كنا ضيوف خفاف عليكم زي ما انتم كنتوا خفاف قوي 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 على قلوبنا، ونكون الوقت عدى بسرعه. كل الوقت فعلا عدى بسرعه جدا. هنضطر نختم، هنضطر بس طبعا كنا عايزين نقعد معاكم اكتر. لا ان شاء الله نقعد المره الجايه نقعد معاكم اكتر. كل سنه وانتم طيبين وبخير، ويا رب سنه جديده سعيده كلها امل وتفاؤل وصحه عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم. استنونا الحلقه الجايه يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله زي دلوقتي قبل بنص ساعه. ومني ومن زمايلي ليكم كل سنه وانتم طيبين. باي 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 باي.